إذا حتسافر وحتسكن في هوستل نبي نعطيك 6 نصائح وحيل حتخلي تجربتك أحسن ما يكون. شنو هو الهوستل؟ الهوستل هو زي الهوتيل ولكن الغرفة تكون مشتركة مع مسافرين تانيين، يعني فيها عدد كبير من الأسرة. أول نصيحة، اختار هوستل كويس لأنك ما تبيش ترقد على مخدة وكأنها حيطة ولا سرير فراشة غلظة هكي وكأنك راقد على الهيكل الحديدي متاع السرير. لو تبي تاخذه أونلاين يفضل أن يكون تقييمه مش أقل من 8/10. ثانيا، خذ الهوستل في وسط المدينة. الهوستل ميزته أنه رخيص، فما تبيش تحط الفلوس اللي أنت وفرتهن في المواصلات كل ما تبي تطلع. ثالث نصيحة، الهوستل فيه غرف بأحجام مختلفة، ديما حاول انك تاخذ أصغر غرفة، يعني الغرفة اللي فيها معك 8 أشخاص أحسن من اللي فيها معك 20 من كل النواحي. رابع نصيحة، لو عندك الخيار خذ السرير السفلي، أحسن من انك كل ما تبي ترقى للسرير متاعك تضطر انك تتسلق على الدروش، راقي نازل راقي نازل. خامسا، خلي معك قفل. بعض الهوستلات عشان تقدر تستعمل الخزنة لازم يكون معك القفل الخاص بك. آخر نصيحة، العقلية اللي تخش بها الهوستل مهمة جدا. تعامل مع الموظفين وصاحب الهوستل كأنهم أصحابك مش كأنك زبون، لأنهم حيفيدوك واجب بالمعلومات بالمعاملة، وتعامل مع باقي المسافرين حتى هم كأنهم أصدقائك، لأن هذا علاش نسكنوا في الهوستلز، عشان نتعرفوا على مسافرين تانين من الممكن أنهم يكونوا أصدقاء يرفقونا في مغامرتنا في المدينة هذه.